اقدم حيلي اللي قال جمجمه ديال اقدم بشر هي هذيك مغاره الحمام كيدير رجلو على داك الماثير داك الجمجمات وداك العظام ديال الناس اقدم المغاري اللي كاين الحمام موجود كان الماء كيخرج من لهيه شوف وقع الجفاف الخوت لديك المغاره يعني ما بقى لينا والو نوصلوا لقينا واحد الفاكهه سميتها الزعرور باللغه العربيه اي 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 الزعرور الزعرور هو المزاح حنا كنقولوا ليه المزاح ولكن السميه ديالو الزعرور المهم البركه اخوتي وصافي البركه والله الا عرفتوا واحد البركه هنايا كاينه ولا أوف. نايس والله تا نايس يعني واحد المناظر شي مناظر كانوا هنايا حنا ما عارفينهمش ناري بحال اللي كنا ميتين ما كناش حنايا عايشين ميتين ناري ناري واحد المنظر واعر الصراحه شتي البركه كاينه والله الا البركه شتي واحد البركه كاينه ديال المزاح واعر هاد البلاصه عرفتي هاد البلاصه سميتها زقزل وعار عامره بالمزاح عامره بالمزاح فيها غير المزاح تجيو في شجره اخرى من غير المزاح شفنا الزعرور ولا المزاح لقينا هنا واحد السيد كيبيع المزاح ما عرفوش تشوفوا المهم هو فين داير السطوله ديالو راه هذوك خفوا يمكن يشري المزاح مشيت عنده قلت له واش ممكن ندوق واحد الحب واحد جوج حبات ايوا ذوقناه مزيان يعني المزاح واعر الصراحه يعني اللذه ديال المزاح اللذه ديال الزعرور المهم الخوت انا حنايا دابا غادي ندوزو للمغاره غادي نشوفوا شنو تما في ديك المغاره ومنا تما نرجعوا منا ونمشيو للبركه ان شاء الله غادي نمدينا ان شاء الله نروح يلا حتى نوصلوا للمغاره ان شاء الله شوف الخوت البركه شوف 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 اللهم بارك البركه كاينه هنا شوف شوف هاد الطريق والله ما تسخم ارض المزاح والله العظيم الى ارض المزاح 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 الضحك هاد بغيتو الضحك ها المزاح بغيتو المزاح شوف شوف هاد الشجره قداش شوف اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوف 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 البركه شوف البركه الخوت واش نقول لكم الخوت ما بغيتش نشهيكم ولكن اش نقول لكم كنتمنى لكم شي رحله هنايا لهاد المزاح في هاد الوقيته ادوز هاد الوقيته راه ما كاينش المزاح حتى لشهر 4 و 5 الجاي عاودت شتي السوا نديق بحال بحال مرة منع اه منع منع تسمع منع سير سيدي منع واخا صافي وحده احسن من الاخرى ما قدروا له المزاح المزاح حتى كان المزاح
سي ايوب عاد كيقشر تراك مريض. شوف انا حباك الدا شوف شوف اش قال المغني حبوشه كبيره فينا يا اخرى اوي داو داو جيف مي جيف مي شدت الشغل خمسة خمسة. والله اش نقول لكم الخوت صراحه كنتمنى لكم شي رحله هنايا. انا بغيت ندير لافامي منه يعني انا خصني نتزوج منه ندير لافامي منه نبقى نجي غير في شهر 4 وشهر 5 علاش نبقى ما غاديش نبقى نجي في الشهور الاخرين. حاجه واعره النوقع النوقع واش كتعرفوا النوقع؟ والله الا النوقع الخوت. واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش انه مع الاسف راه كنا في المغاره مشينا للمغاره دابا انا ومغاره الجمال فين كاين داك لابيسين وفين كاين داك الماء اللي كيخرج راه ليه لقيناها ساده يعني المغاره ما فيهاش ما ساده يعني ما محلولاش ما حلوهاش ما عرفتش علاش علاش ما عرفتش سولنا تما ما حتى واحد ما قال لينا علاش قالوا لي راه سدوها سدوها بزاف هذه ولكن حتى شي واحد ما عنده شي معلومه انه في الكارانتي يعني علاش سدوها الخوت. باش تعرفوا انه داك العين داك العين داك مغاره الجمال سدوها راه فيها العين وفيها لابيس علاش زيتوها صاحبي راه على الجبل وعلاش زيتوها البحر ما كاينش حلو لابيس الناس يعوموا. المهم ها الماء ديالها فين دار ها هو هذا الماء خرج من ديك البلاصه خرج من داك ديك المغاره من داك العين. المهم اخوت اغسلنا حيت كلينا المزاح غسلنا وغادي نتحركوا دابا غادي نمشيو غادي نمشيو ندخلوا البركان نشوفوا الا شي بلاصه زوينه نوقفوا فيها ما لقيناش غنمشيو ديريكت للبركان. المهم الخوت ما لقينا ما لقينا ما يتصور الجبوله راه من الصباح حنا في الجبوله هنايا غندير الخاتمه للفيديو ديالي وهذا الفلوق غادي نسالي هذا الفلوق هنايا واش غنقول لكم الفلوق ان شاء الله كان داز زوين مع الاسف ولكن مع الاسف كنا باغيين نصوروا ديك البلاصه ديك المغاره اللي هي مغاره الجمال واللي مع الاسف لقيناها ساده سدوها علاش ما عرفتش وكنتمنى تحل فيها لابيسين كنا باغيين نعومو باغيين نقصرو تما باغيين ندوزو عشيه واعره ولكن اش غنقول لكم وصلنا دابا راه ما لقينا ما يتصور وصلنا لبركان جهه بركان دابا غندخلوا لبركان وغنساليو خوت كنبغيكم كاملين تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي وان شاء الله غدا راه الرحله باقي ما سالاتش غدا يمكن عندي واحد الرحله لواحد البلاصه اخرى كنبغيكم كاملين يلا تهلاو في راسكم يلا باي.